يا نادر البصمة نسك تلقى في وحفة الركام نجنا الحكيم اللي رجال عليا بما تفعل يده فهد غشام اللي تعلم العلا هما السحاب كريم سبل يا عطامه يا حسب اللي عطى كريم سبل يا عطامه يا حسب اللي عطى يا نادر البصمة نسيك تلقى في وحفة الركاب رجل الحكيم اللي رجال عليا غشام اللي تعلم من علىها من سحب كريم سفل اللي عطى ما هو يا حسب اللي عطى سد الديون وساعد المحتاج واتق له رقاب بالمعدلة والجود والناموس ما يلحق مدى يعشق علوم الطيب واهل الطيب ويعشق الصعب وينام سبسيته بلد ويحكي عن فعله رواه جنبنا حنا معك إلى الأمام ولا نهاب حنا سيوف المرابة حنا مطوعت العصا أبشر بنا في المقف القصاب يا دم ثجنا بنكلف وجبشر بنا نتيك من كل اتجاه هلي معانا ما توانا بالحضور وبالغياب في مقفة حنا معه ونجيه ونوقف معه هذه رسالة للفهد مضمونها وسط الخطاب وبك يا نادر توصلها ويجعلك للغنى أصواتنا تبقى معاه ونسوق من دونه رقاب ما ننثني من دون ميقفه وميقفه حماه ومن هاية الأبيات يا بنك المراجل المهاب عندي طلب وندري إنك الكفو تقدر على أبتفك الأزمة اللي ما لها عندي جواب تعبت نادي والمنادي ما شاحد يسمع ندا هبيت ذك الأزمة اللي ما لها عندي جواب تعبت نادي والمنادي ما شاحد يسمع ندا أبتفك الأزمة اللي ما لها عندي جواب تعبت نادي والمنادي ما شاحد يسمع ندا حد يسمع ندا التنادي والمنادي ما شاء حد يسمع ندا